أنا قبل الهوى كنت بلورت مع حضرتك فكرة، يعني أنا شايف أنها تصلح أساساً لهذا الأمر، أنه الشعب المصري العظيم لا يبدأ من الصفر في معركة الوعي. ده شعب واعي بطبيعته، بإرثه الحضاري الهائل، وإلا ما كانش يبقى فيه 30 يونيو يا سيدي الكريم. طبعا. يعني هو مين الشعب اللي وقف في 30 يونيو ضد الإرهاب الإخواني؟ مش هو الشعب المصري؟ إحنا بس بنبني لكي نعظم استفادة الوطن من وعي شعبه الحقيقة، اللي أحياناً كده بيبقى مش عايز أقول في الظل، لكن أحياناً بتحصل له انحرافات وتشوهات. سيادة النائب، نبدأ من التعليم ولا الإعلام ولا إيه؟ نرجع ونقول إن في حاجات كتير جداً لازم تمشي مع بعضها. أيضا لازم يعني، وبنستلهم بصراحة من فكر الرئيس السيسي، هذه النهضة اللي يعني حضرتك لو بصيت في أي مجال من المجالات هتشوف حاجة بتحصل لم تكن من قبل، ربما في بعض الأحيان حتى لم يطلبها حتى المواطن. يعني وده كان يائس منها يمكن، وده عجيب. يعني أنا أتكلم عن الملف اللي العبد لله، يعني أنا كوكيل للجنة الثقافة والإعلام والوزارة في البرلمان، يعني الملف اللي أنا أفهم فيه، أنا اللي أنا بشايفه قدام عيني، إحنا أنا ما شفتش مفكر في مصر أو أديب أو كاتب أو فنان بيطلب من الدولة مدينة ثقافية. يعني الدولة الآن في مصر والقيادة السياسية تحقق أشياء ربما لم يحلم بها أصحابها والمدافعين عنها وصانعي السياسات وكبار الموظفين معها فندم. وبالتالي إحنا وصلنا، يعني والله أنا كمواطن، سيبك من موضوع مجلس النواب واللجنة المتخصصة بتاعتي، كمواطن أنا لم أطلب حتى أن يحدث كل هذا التطوير بجوار بيتي في المنطقة المتواضعة اللي أنا يعني بسكن فيها، سواء داخل دائرتي أو في العاصمة. أيوة. ما طلبتش، ما لم أكن أتخيل أن هذا سيكون، يعني احنا لسه كنا بنتكلم على سواق التاكسي. صحيح. اللي احنا بنصحى الصبح بنقول له وبنكلمه في قضيه الوعي. ساعات وهو بيرجعني يقول لي المنطقه بتاعتكم ايه ده، ما كانتش كده، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل عندكم، يا بختكم والله. دي جمله، ولو عارف انك نائب يقول لك عشان انت ساكن. لا لا لا، ما حدش بيقول بقى ان انا نائب. حدش بيقول الكلام ده معايا. فالمساله بالفعل يعني فيها قدر كبير جدا من التوفيق. احنا لدينا لله. كلمني اكتر عن موضوع المدينه الثقافيه سياده النائب. برضو هنرجع ونقول ان احنا لم نطالب بها. أيوة. ومن ثم سنفاجئ بها مثلها مثل العديد من المشروعات القوميه الكبيره. سنفاجئ ان احنا اليوم عندنا اوبرا يعني بحجم الارقى دول العالم ثقافيا. أيوة. سنفاجأ بأن إحنا، يعني أنا شخصياً حصل لي هذه المفاجأة عندما وجدت أن أكبر الأوركسترا في العالم إعلاناتها موجودة على كوبري 6 أكتوبر. وإحنا يعني بنحل يعني بهذه العاصمة الإدارية الجديدة أزمات مزمنة طبعاً، يعني طبعاً. للأسف الشديد ظللنا فيها فترة طويلة. هل الإعلام أعطى ما يحدث من إنجازات حقه؟ وصلوا للمواطن؟ طيب ده سؤال يعني فعلا محتاج مزيد من الوعي. ما هو ده موطن سؤال اظن انه لا يغيب عنك سياده النائب ولا عن زملائك. دعنا نكون صرحاء، وحضرتك في نهايه الامر صحفي زميل، يعني التعرض لوسائل الاعلام التقليديه اصبح اقل فاقل مقابل ازدياد التعرض لوسائل الاعلام الحديثه. تمام. اللي هي السوشيال ميديا. تمام. والوسائط. تمام. المختلفة. تمام. إلى آخره. هل الدولة المصرية تراعي هذا الحال الجديد في مخططاتها المتعلقة بإصلاح ونشر الوعي لدى مواطنيها؟ لا شك أن بيلعب الإعلام الجديد دور قوي وأساسي، ولكن نعود إلى المحددات الأساسية. أيضا هل السوشيال ميديا لديها صحفيين؟ هل السوشيال ميديا لديها صناع خبر؟
يظل الأساس ثابت. معك يظل طبعا الأساس معك. في أي دولة في العالم هو ما لديك من عقول، ما لديك من إمكانيات، لأن في النهاية الصحفي الذي كان يكتب في الجريدة يستطيع اليوم أن يعمل في قناة تلفزيونية أو ينشر فكره من خلال تويتر وفيسبوك وفيسبوك. حتى المادة الفيلمية نفسها يعني بعض الشباب يقول احنا ما بقيناش بنشوف التلفزيون ولكنه يتابع ما تم إنتاجه صحيح في قنوات تلفزيونية أو ما أنتجه صحفي في جريدة ورقية على حضرتك التليفون. عندك حق، لكن أنا سؤالي الحقيقة وللأسف الوقت أوشك على الانتهاء، سؤالي هو صح. هل إحنا المحتوى اللي عندنا قادرين إن إحنا نوصله عبر الوسائط الجديدة دي سيادة النائب، أم إنه الأمر يستلزم إنه يقوم نائب جليل زي حضرتك يعني تنبيه الحكومة إلى هذا الشأن؟ المسألة الإعلام أو الثقافة أو غيره من الوسائط اللي بتؤدي إلى إحداث الوعي أيفا. يعني لابد من تكاتف حكومي من أجل الارتقاء بالوعي. صحيح. لابد من إن إحنا ننسى شوية في عندما نتحدث عن الوعي إننا داخل مركز شباب ولا داخل قصر ثقافة صح. ولا على منبر أوبرا. ولا على منبر مسجد أو في على منبر كنيسة أو في الأوبرا أو في لابد أن نتعاون جميعا لينتج حاجة زي الممر والاختيار وأنا ابن مصر أنا ضد الكسر.